ينضم إلينا من عمان سركيس شوبريان محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي. أهلا بك سركيس. يعني سألت ألا عدة مرات هذا السؤال، هل يعني أو هل تعني هذه الأرقام أن التضخم بالفعل كان مؤقتا؟ الآن بداية دعونا نأخذ بعين الاعتبار أن التضخم السنوي عند 5.4% هو الأعلى من 13 سنة، وانخفاض معدل التضخم من حوالي 0.9 إلى نصف نقطة مئوية لا يعني ذلك بأن الأسعار انخفضت، بل إن التضخم والأسعار ما زالت ترتفع، وما نراه حاليا هو انخفاض في وتيرة التضخم بالفعل. الآن هنالك ملاحظة مهمة نلاحظها في أسواق الطاقة، ونحن نعلم بأن أسعار النفط هي مؤثر أساسي في التضخم، حتى لو نظرنا إلى التضخم بقيمه الأساسية التي تستثني الطاقة، فارتفاع النفط يرفع التكاليف الإنتاجية، وبالتالي هنالك دفع لهذه التكاليف إلى المستهلكين، وهذا قد يؤثر أيضا على القدرة الشرائية سلبا. بالتالي التضخم حاليا ربما يكون وصل أو قريب جدا من مستوى الذروة، لكن هذا التضخم حتى لو انخفض قد يبقى مرتفع، وهذا الارتفاع في التضخم قد يجبر الفيدرالي في مرحلة ما أن يبدأ بتقليص سياساته النقدية. لكن هناك شيء مطمئن، يعني إذا طلعنا على الارتفاعات السابقة في التضخم والارتفاع على المستوى الشهري اللي هو نصف نقطة مئوية هو الأدنى من شهر 5 الماضي، بالتالي هذا الارتفاع الأقل حدة في التضخم قد يعطي الفيدرالي المزيد من الوقت للتفكير أكثر وانتظار المزيد من البيانات الاقتصادية للتأكيد قبل اتخاذ خطوات للحد من ارتفاعات التضخم. وطالما بقي الفيدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية أيضا سأتحدث عن خطط الإنفاق المستهدفة الجديدة، كلها أسباب قد تبقي معدلات التضخم مرتفعة خلال الفترة المقبلة، لا أقول كقيمة مئوية مثلا 5.4%. الآن التوقعات بارتفاع الآن أي تضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 2% في الدول العظمى يعتبر تضخم مرتفع، وعندما يرتفع أكثر من 3% فهذا تضخم أكثر ارتفاعاً. الآن إحنا عند 5.4%، فحتى لو هبط التضخم لمستوى 5 حتى لو 4 فهذا أيضا يعتبر ارتفاع في التضخم مقارنة في مستويات سابقة. طيب، كما أشرت سابقا إحنا عند أعلى قيمة من 13 سنة، فحتى لو انخفضت كنسبة مئوية لكن كتعريف مصطلح تضخم مرتفع قد يبقى لفترة مطولة حتى عام 2022 على الأقل. طيب سركيس، أيضا التضخم يعني ذكرت ألا أن التضخم لا يقتل حالات الرالي في الأسواق، ورأينا ذلك يعني التفاعل مع التضخم، بعدنا عم نشوف الأسواق الأمريكية عند مستويات قياسية كل مرة، يعني بتتراجع شيء ولكن تعود إلى مستويات قياسية. متى يمكن أن يبدأ التضخم بالتأثير على هذه الأسواق سلبا؟ الآن في الوقت الراهن رغم أنه معارض للنظريات الاقتصادية كثيراً، عم نشوف أنه التضخم يدفع المستثمرين لأسواق الأسهم، لأنه لو نظرنا إلى أسواق العائد الثابت أو الأقل مخاطرة الودائع البنكية كلها ذات عائد أقل من التضخم، فالمستثمرين حالياً لا يجدون أي مجال لتغطية مخاطر انخفاض القدرة الشرائية للنقد إلا من خلال الاستثمار وتوجههم إلى الشركات، وخصوصا كما لاحظنا مؤشر داو جونز عم بيقترب من 35500، مؤشر ستاندرد أند بور 4440 أو أكثر حتى، هذا عم بدل أنه في إن شهية عالية للمخاطرة لإيجاد استثمارات. أيضا ما لازم ننسى أنه الفيدرالي الأمريكي حتى لو بدأ بتقليص برامج شراء الأصول خلال الشهرين القادمات ما هو متوقع في الأسواق المالية، لكن سياسته النقدية ما زالت تحفيزية، سياسة تحفيزية إذا داعمة لأسواق الأسهم. الحكومة الأمريكية أقرت مؤخرا $1 تريليون للإنفاق، وهذا أيضا داعم للنمو الاقتصادي، داعم لأنواع من الشركات طبعا بتفاوت ما بين هذه الشركات. لكن الآن التضخم هو برأيي أحد الأسباب التي تدفع المتداولين لأسواق الأسهم الأمريكية. شكرا لك سركيس شوبريان محلل أول أسواق مالية عالمية في مجموعة أكويتي، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا بك.